وللمزيد حول تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الضغوط الأمريكية لقبول مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة بشأن غزة واستمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود خلوف القضاء. حياكم الله دكتور محمود. مساء الخير، الله يبارك فيك. أسعدتم مساء دكتور محمود. يعني كما تعلم هناك جولة مفاوضات لربما متعثرة، بينما هناك تفاؤل أمريكي وربما بروباغندا تقوم بها الإدارة الأمريكية لزرع التفاؤل أو لصنع التفاؤل من هذه المفاوضات، ولكن على أرض الواقع إلى أي مدى تعكس هذه المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين التي يرتكبها أو ترتكبها قوات الاحتلال، إلى أي مدى تعكس هذه المجازر وجهة النظر الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلي في هذه المفاوضات؟ عزيزي، لقد أجدت التعبير عندما قلت أن هذه التصريحات قد تأتي من باب البروباغندا. نعم، إذا كانت تعتقد الإدارة الأمريكية بأن إطلاق إشاعة أمل وهي مبنية على وهم يمكن أن تدفع الأطراف أو تدفع باتجاه إحراج الطرف الفلسطيني، الحقيقة أننا أمام حالة من التشنج التام وما يظهر من قبل بنيامين نتنياهو، وما يظهر ذلك المؤتمر الصحفي الذي كان يتحدث فيه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي طبعا قبل حوالي نصف ساعة، والذي ألمح خلاله إلى أن هناك مخاوف إضافية حول عدم قدرة الجيش على استعادة ما تبقى من مختطفين، وبالذات أن بنيامين نتنياهو هو يتغنى على قدرة الجيش وقدراته الاستخبارية على استعادة 20 مختطفا ما بين عدد إجمالي 170، ليبقى 150 هم عمليا ما بين المقتول والغير معروف مصيره، وكل هذه الأمور تسير باتجاه المجازفة. من الواضح أن الجيش الإسرائيلي هو بحالة استياء، ولكنه غير قادر على الحسم وغير قادر على إقناع بنيامين نتنياهو. القناعات تتبلور لدى الجيش وحتى لدى قادة في الليكود ممن يميلون باتجاه أهمية الوصول إلى الصفقة، إلى حقيقة أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى إيهام المجتمع الإسرائيلي على أنه قادر على إحداث اختراق من خلال قوة الردع لدى قوات الجيش، وعمليا هو غير قادر على منذ 8 أكتوبر غير قادر على استعادة هذا العدد الهائل من الأسرى. عمليا كل 45 إلى 50 يوما يحدث نوعا من الاختراق الجزئي، وهذا جزء منه نتاج لقيام الجيش الإسرائيلي إلى جمع 2210 جثامين من داخل قطاع غزة، من داخل المقابر، من داخل مناطق قصفها الجيش الإسرائيلي ويقوم بتحليلها، وجزء منه له علاقة ببعض الاختراقات الأمنية وما إلى ذلك. الجيش نفسه غير مقتنع بخطى بنيامين نتنياهو. الآن ما معالم الخطاب الأمريكي؟ ما الذي تريد أمريكا من خلال هذا الخطاب، من خلال هذا الزعم، من خلال ترويج الأوهام؟ الحقيقة أمريكا تريد أن تظهر بأن المقاومة الفلسطينية هي المقصرة، وأنها عمليا تسمع رسائل عنوانها الطمأنينة وعنوانها الإيجابية وعنوانها القبول من قبل بنيامين نتنياهو، ولكن على أرض الواقع نحن نجد نوعا من التناغم الكبير جدا بين ما يطرح بنيامين نتنياهو وبين ما تريد أن تنفذ الإدارة الأمريكية على الأرض. طيب، بالعودة إلى الخطة، يعني بالعودة إلى الخطة التي تطالب أمريكا بتنفيذها على الأرض والتي أطلقتها قبل حوالي شهرين، هي خطة إسرائيلية بالأساس. حتى هذه الخطة أرادت الإدارة الأمريكية قبل 3 أيام أن تحدث نوعا من التغيير العميق في مسارها بشكل يؤدي إلى إرضاء بنيامين نتنياهو، وهنا عمليا هم يريدون إرضاء بنيامين نتنياهو حتى لا يخسروا أصوات اللوبي الصهيوني، وإرضاء كم هائل من المنتفضين والمحتجين بسبب سياسة بايدن، وبالذات يعني يبدو أنه دكتور محمود، يعني يبدو أن بنيامين نتنياهو لن يرضى بالقليل من الإدارة الأمريكية، والذي يعني بات لا يخفى على أحد أن بنيامين نتنياهو الآن يحاول يعني التسويف والمماطلة إلى لربما إلى حين قدوم الانتخابات الأمريكية ومجيء ترامب. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، بايدن ما هو موقفه؟ هل هو ملزم بإرضاء بنيامين نتنياهو ولربما خسارة الانتخابات
مقابل فوز ترامب، أم أن لديه خيارات لم يذهب إليها حتى الآن للضغط بشكل حقيقي على بنيامين نتنياهو، خاصة أن بايدن له مبادرة قبلت بها كما تعلم المقاومة، حركة المقاومة حماس؟ للأسف الشديد بنظر اللوبي الصهيوني وبنظر الناخب الأمريكي، من يمثل إسرائيل هو أعلى الهرم، وأعلى الهرم السياسي هو بنيامين نتنياهو. ما يغضب منه بنيامين نتنياهو يغضب منه اللوبي الصهيوني، وهناك نوع من الانسجام الكبير جدا في المواقف. اللوبي دوره يقوم أساسا على توفير نوع من الغطاء الأمني والسياسي والاستراتيجي للكيان الصهيوني، وهذا ما يحدث على أرض الواقع. الآن نحن نتحدث عن وضع صعب جدا بما يتعلق بحالة الديمقراطيين. الرئيس بايدن غير قادر على أن يقول صراحة لبنيامين نتنياهو يكفي، وبالمقابل غير قادر أيضا على أن يجازف أكثر بما يتعلق بنسبة حزبه، وبالذات أنه يأمل أن تكون نائبته هي الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب هو عمليا دفع ببلينكين إلى 7 مرات إلى المنطقة آملا أن يحدث نوع من الاختراق، وهو يأمل بأن تؤدي الجرائم التي تنفذها إسرائيل على الأرض على الضغط على المقاومة. وعمليا هو لديه نوع من الرضا لعمليات الجيش الإسرائيلي التي هي عنوانها الإبادة الجماعية. فمثلا مهاجمة التجمعات السكانية، مهاجمة مدارس الأونروا والتي تضم الآلاف من المشردين الفلسطينيين، عمليا لا تقابل إلا بتغطية إدارة بايدن. أحيانا نسمعهم يقولون بأنهم لم يتجاوز الجانب الإسرائيلي الخطوط الحمر، أحيانا يتبنون رواية بنيامين نتنياهو على أنه بموقع الدفاع عن النفس وأنه في معركة شرسة هي الأخطر على أمن إسرائيل ومستقبلها وما إلى ذلك. ما يدفع بايدن إلى عمله هو أن يمارس الضغط على المصريين والقطريين حتى يضغطوا على حماس. نعم، يعني في هذا السياق، عفوا للمقاطعة دكتور محمود، يعني في هذا السياق يبدو بايدن متماهيا بلا حدود مع بنيامين نتنياهو. هنا السؤال، ما الذي يمكن أن تقدمه أي إدارة أمريكية قادمة فيما إذا لم يفز بايدن في الانتخابات الأمريكية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه أي إدارة أمريكية قادمة بزيادة عن ما قدمه بايدن؟ أولا، لا اختلاف ما بين الديمقراطيين والجمهوريين بما يتعلق بالنظر إلى إسرائيل. الكل يتحدث عن أن إسرائيل هي جزء من الأمن القومي، وأن واجب أمريكا توفير الغطاء القانوني والمالي والسياسي في مجلس الأمن، والقانوني أيضا من خلال محاولة الحد من تحركات المحكمة العدل الدولية وحتى المحكمة الجنائية الدولية. عمليا هم يعتبرون أن إسرائيل الإبنة المدللة، وأن إسرائيل هي أحد أدوات التخريب الأمريكي في المنطقة. لا اختلاف في الزمن المنظور نحو الأفضل، إذا ما جاء دونالد ترامب نحن أمام شخص خطير جدا، لأنه قبل 6 أيام كان ينظر إلى خارطة إسرائيل ويقول وسط عدد من عناصر ومؤيدي إسرائيل، كان يقول أنا وجدت وأنا وصلت إلى قناعة بأن إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، فأنا أفكر بالآلية التي تضمن بأن تكون إسرائيل أكبر مما أجد بكثير. هو عمليا يدفع باتجاه الدعم الاستيطان الإسرائيلي، هو صاحب فكرة إقرار ضم الجولان، هو صاحب فكرة عدم الاعتراف بأن القدس عاصمة لدولة فلسطين، هو أقر بأن تكون القدس بشفاعتها هناك لإسرائيل، وهو صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. عمليا نحن أمام حالة تزداد تشنجا وتزداد سوءا، وبنيامين نتنياهو هو يدرك بأنه في وضع قادر على الابتزاز، قادر على أخذ ما يريده من خلال الإدارة الأمريكية، لأن فترة الانتخابات هي فترة قاتلة ولم يعد بمقدور أي شخص لأن يقامر، بالذات نحن نتحدث عن تقارب كبير جدا وفق استطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي أحيانا تعطي الغلبة للديمقراطيين بنسبة تزيد عن الجمهوريين 3%، وأحيانا العكس، الفارق ما بين 3 إلى 4%، وهذا يعني بأن الصوت الصهيوني واليهودي سيكون هو صوت مؤثر، ولم يعد بمقدور بايدن أن يجازف ولا أن يدخل بمناكفات ولا أن يتحدث عن تجميد سلاح،
ولهذا السبب على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة قد أفرج عن كل صفقات السلاح وهو دعم ولربما هذه هذا ما يلعب عليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على هذا الوتر بالذات. إذا شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من جنين، الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود خلوف القضاء، شكرا جزيلا لك.